بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض أسباب ضعف النظر: التهاب أجزاء العين، كذلك التعرض المستمر لأشعة الشمس القوية، بعض المشاكل في العيون التهابها مثلا، عوامل وراثية، التقدم في السن، كذلك نقص بعض العناصر المهمة في الجسم والتي تحتاجها العين بسبب سوء التغذية أو إهمال نظافة العينين، كذلك كثرة استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية لأنها ترسل أشعة ضارة بالعين عند كثرة استخدامها، كذلك التعب وعدم أخذ قسط كاف من الراحة، الأمر الذي يؤدي لزيادة الضغط على العين، كذلك القراءة في إضاءة خافتة وغير مناسبة أو القراءة من مسافة قريبة من العين، وعوامل أخرى تسبب لنا ضعف النظر. هذا المشروب رائع جدا وقد تم تجربته والحمد لله، نجح مع حالتين تم التجربة عليهم. سبق وطلبتم مني مشروب لعلاج ضعف النظر. نحتاج ل 2 حبات من الجزر، يكون مغسول ومنظف، نقوم بتنظيفه جيدا، وبعدها نبشره في المبشرة الناعمة. في حال توفر عصارة الجزر يمكن مباشرة عمل هذا المشروب. نأخذ 2 حبات من الجزر، نبشره ناعم ونضعه في الخلاط الكهربائي مع كوبين من الماء، حيث يعتبر الجزر من أهم وأبرز الخضروات التي تقوي النظر وتحسن الرؤية بسبب احتوائها على الفيتامين A، والذي يفيد العين بشكل مباشر، لأن البيتا كاروتان المتوفر في الجزر يقوم بحماية العين كذلك من المياه الزرقاء، بالإضافة إلى العتمة التي تصيب عدسة العين. كذلك يعمل هذا المشروب على التخفيف من انتفاخ العيون. قلت بعدما نقوم بخلط الجزر في الخلاط الكهربائي مع كوبين من الماء، لأن شرب هذا العصير يكون كوبين في اليوم. نأخذ المكون الثاني وهو الكرفس. إن شاء الله يكون واضح الكرفس ومعروف عند الجميع. هذا هو الكرفس، هذا هو الكرفس. لاحظي معي الأوراق كيف تكون، لا أعرف تسمياته في الدول العربية الأخرى، ولكنني أظن أن الجميع يسميه الكرفس. هذا هو الكرفس، حيث أن الكرفس يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية مثل الفيتامين ألف وبي وسي، كذلك يحتوي على العديد من المعادن الهامة كالكالسيوم، حديد، نحاس، يود، مغنيسيوم، فوسفور، إضافة أنه يحتوي كذلك على مواد مهدئة. هذا المشروب كذلك هو مهدئ لمن طلبوا مني مشروبات مهدئة طبيعية، كذلك يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة وأحماض ونسبة بسيطة فقط من الكربوهيدرات لمن يعملون الرجيم، وهي قليلة السعرات الحرارية. وهذا والكرفس يعمل عمل رائع على تعزيز صحة العين، حيث يحتوي قلت على عناصر مفيدة جدا لتقوية النظر والتخلص من الضعف العام الذي يصيبه. نأخذ عود واحد فقط من الكرفس لهذه الكمية، مغسول ومنظف، نضعه بالخلاط الكهربائي ونقوم بمزجه مع الجزر ونتحصل على هذا المشروب.
يتم تناول هذا المشروب مرتين في اليوم، كوبين في اليوم، ويفضل عمل هذه الوصفة بشكل يومي لتحقيق النتائج الفعالة. شرب هذا العصير بشكل يومي أو يوم بعد يوم حسب ظروف كل واحد أو كل واحدة فيكم، ولكن يجب عمل هذا العصير طازج وشربه مباشرة حتى ينجح معكم. لا أفضل عمل كميات كبيرة ووضعه بالمجمد واستخدامه، لكن يفضل عمل هذا المشروب طازج. الجزر والكرفس متوفر في الثلاجة، الخلاط على طول متواجد بالمطبخ، أو عصارة الجزر يفضل لو تواجدت في كل بيت، رائعة جدا لعمل مشروبات صحية مثل هذه وتعود لنا بالفائدة. المشروب صالح، هذا المشروب آمن للحوامل، المرضعات، الأطفال الصغار من عمر 5 سنوات فما فوق يمكنهم شربه، كذلك الرجال يمكن شرب هذا المشروب وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.